مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مفروكة الفستق الحلبي لرمضان. اول شي عنا نص لتر حليب ونص كوب خل ابيض. بسخن الحليب على الغاز. بدي اعمل انا وياكم اول شي القشطة. بسخن الحليب شوي بهيدا الشكل قبل الغليان. هلا بحط فوق الخل. بنحركهم مع بعض ليفرط الحليب عن المي. إذا ما فرطوا فينا نحط بعد شوية خل. طعمة الخل بتروح كليا من القشطة، ما تهكلوا هم. هيدا الحليب فصل عن المي، صار عنا القريشي. هلأ منشيلهم منصفيهم بالمصفاي. هلأ حطيتهم بالمصفاي ليصفوا لنكفي الطريقة مع بعض. لنكفي طريقة القشطة عنا نص لتر حليب، ملعقة طعام سكر، 3 معالق طعام نشا، وملعقة طعام مزهر. حط المقادير كلها فوق بعض. بسم الله. بحركن تحريك مستمر على الغاز. بس اشتدت القشطة بهيدا الشكل هلأ منطفي الغاز. هلأ منخلط الخليط مع بعضه. بخلطهم منيح. خلطتهم منيح مع بعض. هلا بحطهم بوعاء. هيدي القشطة مثل قشطة المحلات، كتير طيبة. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. بدنا نكفي مع بعض الطريقة. أول شي عملنا القشطة. هلا طريقة العجينة. عنا ربع كوب قطر. القطر اكيد كلنا بنعرف نعمله، ما عملت القطر عشان سرع لكم بالفيديو. عنا كوب سميد ناعم، طحين فرخة، ملعقة طعام مزهر، ملعقتين طعام زبدة، وملعقتين طعام سمنة. فينا نحط 4 معالق طعام سمنة او 4 معالق طعام زبدة حسب الرغبة. عندي كمان نص كوب فستق حلبي وكمان نص كوب سكر بودرة. لنبلش الطريقة. بسم الله. بدي احط الفستق بالمكنة، نعمهم منيح، وبحط السكر البودرة. كمان القطر. نعمهم منيح مع بعض. بس صاروا بهيدا الشكل. هلا بدنا نكفي الطريقة. حطهم على جنب. حط الزبدة والسمنة بالمقلاي. دوبهم على الغاز. دوبهم على نار خفيفة اكيد. بس يدوبوا بحط فوقهم سميد. بس دابوا بهيدا الشكل. هلا بحط سميد طحين الفرخة يعني. بسم الله. وبحركهم منيح مع بعض ليتشرب طحين الفرخة كل السوائل.
بس تشرب طحين الفرخة سوائل بهيدا الشكل. هلأ منطفي تحتن الغاز، حطن بالمكنة فوق الخليط. حط فوقنا المزهر، انتهينا من التخليط. صار عندي عجينة بهيدا الشكل. فضيها بالصحن وبحطها على جنب لتبرد القشطة لأقدر استخدمها. هيدا شكل العجينة مثل ما شايفين. هيدي القشطة بعد ما جمدت منيح بالبراد، اكيد انا كل شوي صرت حركها عشان ما تعمل وج. كمان هيدي العجينة اللي عملتها انا وياكم، هلا بدنا نحطها بالقالب. بحطها انا بهيدا القالب، شفتوا العجينة كيف صارت كتير مرتبة، شدت شوي وكتير صارت ناجحة. شفتوا كيف كتير مرتبة، بسم الله. هلأ اللي بده أكتر يعمل بدوب المقادير، ريحتها كتير كتير طيبة. ملا بهيدا الشكل شيلها من القالب عما هل اخدت الشكل اللي بدي اياه. هلا بحط القشطة ضل عندي قشطة وضل من العجينة. كمان هلأ بعملهم لغليكي، بحط كرز مجفف للزينة، كمان برش فستق حلبي. واو شفتوا شكلها شو حلو. هيدي مفروكة الفستق بالقشطة اللي عملتها انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.